عزيزي المشاهد، أهلا ومرحبا بك في المحاضرة الثانية لمادة تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة. وكنا قد تحدثنا في المحاضرة الأولى عن ظهور الاستعمار الحديث وإفادته من الاختراعات الحديثة في وسائل الاتصال، ونتناول اليوم في هذه المحاضرة أنماط الاستعمار الغربي عبر سلسل تاريخي برتغالي إسباني هولندي فرنسي بريطاني وإيطالي. ويمكن تقسيم الاستعمار الحديث في العصور الحديثة إلى موجتين أساسيتين. الموجة الأولى تغطي القرنين السادس عشر والسابع عشر، وهذه الموجة اتجهت أساسا إلى العروض المعتدلة والبلاد الجديدة في أمريكا الشمالية والجنوبية، واتسمت هذه الموجة باستعمار استيطاني سكني إلى حد بعيد. أما الموجة الثانية فتحتل القرن التاسع عشر تقريبا وتنصرف في مجملة إلى العروض المدارية في البلاد القديمة آسيا وأفريقيا، وسات هذه الموجة طابع استغلالي، وده يعني كان سمة لانقلاب تجاري غادته مدن مثل جنوة والبندقية في إيطاليا وبرشلونة ومارسيليا في إسبانيا. ولذلك أنشأت مراكز تجارية في كل موانئ الحوض الغربي للبحر المتوسط، وفي صقلية وشمال أفريقيا وفي مصر. وارتبط الانقلاب التجاري أساسا بالكشوف الجغرافية كسبب، وبالموجة الأولى للاستعمار في القرن السادس عشر والسابع عشر كنتيجة، بينما ارتبط الانقلاب الصناعي مباشرة بالموجة الثانية للاستعمار في القرن التاسع عشر. وسنتناول في حديثنا اليوم دول الموجة الأولى البرتغال إسبانيا هولندا، ودول الموجة الثانية فرنسا بريطانيا وإيطاليا. عند الحديث عن الدولة الاستعمارية الأولى اللي هي البرتغال، يمكن أن نقول أن البرتغال أساسا تمتعت بموقع استراتيجي يطل على المحيط الأطلسي ويوجه أنظار البرتغاليين عموما على السواحل الأفريقية، ويشعرهم ويحثهم دائما بضرورة اكتشاف ما وراء البحر. لذلك بدأت الكشوف الجغرافية في نهاية القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر من البرتغال وبها أيضا، وكان هذا الأمر أمر طبيعي لحد كبير، ويعبر أيضا عن امتداد للحروب الصليبية إلى حد ما. ويمكننا أن نعتبر حملة البرتغاليين ضد السبتة في عام 1415 كحرب صليبية جديدة ضد المسلمين، كما أن روح الفضول هي التي دفعت هنري الملاح المتوفي في عام 1460 ميلادية إلى أن يوجه الحملات صوب أفريقيا. وعند موت هنري الملاح كان البرتغاليون قد وصلوا إلى سيراليون وإلى جزر الرأس الأخضر واستولوا على موزمبيق. وقبل نهاية القرن الخامس عشر بدأ تفوق البندقية التجاري في التدهور بعد أن تقدم العثمانيون، ثم وجهت كذلك ضربة غاصبة لتجارة البندقية الشرقية نتيجة لاكتشاف البرتغال لطريق رأس الرجاء الصالح. هذا الطريق المفضي إلى الهند. وفي عام 1497 دار فاسكو دي جاما حول رأس الرجاء الصالح ووصل حتى الهند سنة 1498، وعاد مرة أخرى إلى لشبونة في عام 1499، ومهد بذلك السبيل إلى تكوين إمبراطورية برتغالية في الهند وفي الشرق. هذه الإمبراطورية امتدت حوالي أربع قرون تقريبا،
وجلب الاكتشاف البرتغالي بالتأكيد يعني هيبة ومكانة عظيمة جدا للبرتغال في العلاقات الدولية والأوروبية، وسمى ملوك البرتغال أنفسهم سادة فتح وملاحة تجارة الهند والحبشة وبلاد العرب وفارس. ويعد عمانويل الأول ملك البرتغال أول من حمل هذا اللقب، وذلك سنة 1505 ميلادية. وتمكن البرتغاليون في عام 1506 من هزيمة أسطول عثماني عربي مشترك ليفرضوا سيادتهم على المشرق بصورة مطلقة. وفي خلال العقد نفسه كان غزو البرتغال لجزر الهند الشرقية قد اكتمل، وهزم العرب في بحر العرب وفي ملغة، واستغل البرتغاليون على كل سواحل الهند والمحيط الهندي. وفي الخليج العربي تمكن البوكيرك من الاستيلاء على هرمز وسيطر على مسقط بعد تدميره نتيجة المقاومة العنيفة اللي واجهها سكان مسقط للقزو. واستولى البوكيرك أيضا على جزر البحرين، ولكن فشل في الاستيلاء على عدن عام 1513. ومن بعد ذلك توجه الأسطول البرتغالي إلى البحر الأحمر، لكن الرياح المعاكسة صدت هذا الأسطول، وكان في نيته الاستيلاء على مصوع وجدة. عموما نستطيع أن نقول يعني أن أهم إنجازات البوكيرك هي قبل وفاته كانت توقيع اتفاقية هرمز عام 1515 مع الفرس. وبموجب هذه الاتفاقية تعهدت البرتغال بمقتضاها بمساعدة الدولة الفارسية على غزو كل من البحرين والقطيف، كما تعهدت البرتغال أيضا بمؤازرة فارس في صراع العتيد مع الدولة العثمانية، هذه الدولة أي العثمانية اللي كان نجمها آخذ في الصعود في ذلك التاريخ. كانت البرتغال عموما قد حققت يعني استعمار في عقود قليلة وبسرعة غير عادية. ومع ذلك ورغم أن القرن السادس عشر كان بلا منازع هو قرن سيطرة وتسيد البرتغال وإسبانيا، لكن ما أن ظهرت قوة يعني بحرية جديدة حتى انهارت البرتغال بلا مقاومة تقريبا. ففي الوطن الأم أي في أوروبا ضمت إسبانيا إلى البرتغال في عام 1580، ضمت إسبانيا البرتغال إليها بمستعمراتها في عام 1580، ولم تستطيع البرتغال أن تعيد كيانها مرة أخرى إلا في عام 1640. النمط الآخر والثاني من الاستعمار هو الاستعمار الإسباني. كان حديثنا عن الاستعمار البرتغالي عزيزي المشاهد، وننتقل الآن إلى الاستعمار الإسباني، حيث انتقلت عدوى الكشوف البرتغالية ووصول إلى الهند شرقا إلى جارتها المباشرة إسبانيا. يعني تأثرت إسبانيا بما قامت به البرتغال من يعني محاولات استعمارية، لكن يعني إسبانيا لم تكن أمة بحرية بقدر ما كانت هي أصلا دولة برية. بل هناك حقيقة مهمة، أن الكشوف الإسبانية قام بها إثنان من غير الإسبان في كولومبوس الجنوي وماجلان البرتغالي. ويعني ليس من المؤكد ان اسبانيا اول من غامر في الاطلسي، لكن قدر لها ان تكتشف امريكا، ولعبت الرياح في ذلك يعني اي في توجيه الكشوف الاسبانيه والاستعمار الاسباني بعدها دور كبير جدا. انتهى كولومبوس بعدها الى جزر الهند الغربيه وامريكا الوسطى. ورغم أن كولومبوس لم يعرف قط يعني حتى وفاته أن هناك أمريكا شمالية وأنه مكتشف أصلا لأمريكا، لكن جزر الهند الغربية كانت أول مواطئ الإسبان. ومن أمريكا الوسطى توسع الإسبان بعد ذلك شمالا عبر هضبة المكسيك،
ووصلوا بعد ذلك إلى المحيط الهادي وتمددوا على طول الساحل الغربي إلى أمريكا الجنوبية. وتم ذلك تقريبا كله يعني هذا الأمر في منتصف القرن السادس عشر. ومع اكتشاف أو كشف العالم الجديد احتكمت إسبانيا والبرتغال، طبعا لابد كان أن يحصل صراع، فاحتكمت الدولتين إلى البابوية في عبر معاهدة توردي سي لاس. وهذه المعاهدة غضت بأن يكون شرق أمريكا الجنوبية والبرازيل من نصيب البرتغال، بينما أصبح باقي أمريكا الجنوبية والوسطى إمبراطورية قارية إسبانية ضخمة جدا. يعني لكن ومنذ منتصف القرن السادس عشر ضغط على بريطانيا وفرنسا وهولندا، أي هذه القوى الجديدة، شهوة الاستعمار والتوسع الدولي والرغبة في تحطيم إسبانيا. وكانت إسبانيا بالتأكيد تمثل خطر كبير جدا مستفحل على هذه الدول. لذلك بدت هذه الدول مجتمعة تغير على مستعمرات إسبانيا، وهذه المستعمرات كانت بتمثل ثروة مهمة جدا في مراء البحار إلى إسبانيا. وبدأت هذه الدول أيضا تعرغل تجارة إسبانيا في المحيط الأطلسي وحول أفريقيا، وكذلك في جزر الهند الغربية وجزر المحيط الهادي. ومع تطور الصراع تمكنت بريطانيا من تدمير الأرمادة، ذلك الأسطول الإسباني العظيم اللي كان تعتمد عليه مدريد أصلا في حماية التجارات الواسعة. وعندما جاء عام 1825 كانت إسبانيا قد خسرت تقريبا كل مستعمراتها، ولم يتبقى لها إلا جزر الكناري وكوبا وبورتوريكو والفلبين. وحتى هذه المجموعة من يعني الكيانات اللي كانت مستعمرة اضطرت الجلاء عنها في وقت لاحق. وبهذا يعني انتهى عزيزي المشاهد عهد التوسع الدولي الأول، وابتدى عهد ثاني دشنته هولندا وفرنسا وبريطانيا. ويمكن الآن أن نتحدث يعني عن الاستعمار الهولندي، ونشير لأنه يعني هولندا كانت أزاحت إسبانيا عن ميدان النفوذ الاستعماري، وذلك بالاشتراك مع كل من بريطانيا وفرنسا. وكانت لهولندا الزعامة طيلة القرن 17، وأصبحت أكبر مركز تجاري في أوروبا. ولكن في القرن الثامن عشر انحصرت المنافسة بين بريطانيا وفرنسا، وجرى اصطفاف جديد حيث انحازت هولندا لبريطانيا وأيدت إسبانيا فرنسا. الهولنديين كانوا سبقوا أصلا يعني غيرهم بعمارة السفن الصغيرة، وكانوا أول من نظم القوافل التجارية البعيدة، حتى أصبح الأسطول الهولندي يضم أكثر من 20,000 مركب، ونحن نعرف أنه هذا العدد كبير جدا. وتأسست على ضوء ذلك يعني شركتين استعماريتين، هما يعني الشركة الهولندية الشرقية والشركة الهولندية الغربية. وبلغ التنظيم الاقتصادي في هولندا ذروته بتأسيس بنك أمستردام في سنة 1608 ميلادية. أما في شرق آسيا فنستطيع أن نقول أن هولندا تمكنت من السيطرة على جزر الهند الشرقية، وفي مطلع القرن السادس عشر بعد انتزاع من البرتغال وأقاموا مستعمرات ساحلية في الطريق إلى الهند مثل غانا، وبعد ذلك امتلكوا جزيرة موريشيوس، والذي أعطوها أصلا اسمها على أميرهم موريس. ومن هناك جنوبا يعني اكتشفوا ساحل أستراليا لأول مرة في بداية القرن السابع عشر، وكانت تسمى لحين بهولندا الجديدة. كما اكتشفوا أيضا نيوزيلندا اللي سميت بهذا الاسم أيضا نسبة إلى زيلاند بهولندا. ولكن هذه الكشوف لم تؤدي في النتيجة يعني إلى أي دور استعماري. وبذات الطريقة في تقاسم الأدوار
قامت الشركة الهولندية لجزر الهند الشرقية بالتنازل عن أملاكها في أندونيسيا، وكانت أصلا سابقا عائلتها حاكم في جاكرتا، ثم تنازلت إلى الحكومة الهولندية عن كل ممتلكاتها في عام 1800. يعني هناك بالتأكيد ترتيب يعني ما بين الحكومة الهولندية وما بين هذه الشركات. أما في الخليج العربي فالهولنديون وبالتعاون مع البريطانيين هزموا الأسطول البرتغالي عند ميناء بندر عباس، وفي عام 1625 ميلادية بلغ الهولنديون تقريبا مركز الصدارة في الخليج ما بين عامي 1639 و1640 ميلادية، وتوصلوا كذلك أيضا يعني مع إلى صلح مع الشاه في عام 1645. بموجب هذا الصلح منحوا أفضلية تجارية، وهاجم الهولنديون حليفتهم القديمة أي الوكالة البريطانية في البصرة في يونيو 1645، وده بالتأكيد غاد إلى نزاع بين الدولتين أي بين هولندا وبريطانيا داخل أوروبا. وكذلك كان الهولنديون قد تمكنوا من تأسيس مستعمرات في البرازيل، ونفذوا إلى أمريكا الشمالية في نيو أمستردام اللي هي نيويورك في ما بعد. ولكن عزيزي المشاهد يعني شأن كل الإمبراطوريات الاستعمارية الكبرى تراجع النفوذ الهولندي بعد الحروب بين المتنافسين الأوروبيين. الهولندا ما كان بإمكانها أن تتحمل لأن إمكانياتها حقيقة كانت إمكانيات ضعيفة جدا قياسا إلى الدول الأخرى، ولعبت فرنسا بالذات دور بارز جدا في تحطيم قوة هولندا أكثر من بريطانيا. نحن تكلمنا سابقا بأنه هولندا أصلا كانت حليف لبريطانيا مثل ما كانت إسبانيا هي حليف إلى فرنسا. المهم غدا الفرنسيون على الصول الإسباني الهولندي المشترك في البحر المتوسط، وكان ذلك في عام 1676. وتضاءل بعد ذلك نفوذ الهولنديين في الخليج بعدما انسحبوا من منطقة بندر عباس وبوشهر وجزيرة خرج بين عامي 1752 و1757، وخرجت بالتالي هولندا تماما من دائرة الصراع القوة والنفوذ الاستعماري، وورثت بريطانيا كل المستعمرات الهولندية. نأتي إلى نمط جديد هو الاستعمار الفرنسي، ويعني بإمكاننا أن نقول أن فرنسا بعد أن استكملت وحدتها القومية حول باريس في نهاية القرن الخامس عشر دخلت في صراع مع القوى المجاورة كي تدعم حدودها الشرقية. هذه الحدود كانت غير واضحة لها، واستغرق هذا الأمر طيلة النصف الأول من القرن السادس عشر. وأنفقت فرنسا كذلك النصف الثاني من القرن يعني من هذا القرن أي القرن السادس عشر في حروب ما يعرف بالإصلاح الديني. لذلك لم تتمكن فرنسا من الخروج كدولة مستعمرة إلى عرض البحر إلا في مطلع القرن السابع عشر. ومع بداية تأسيس شركة الهند الشرقية ونموها دخلت فرنسا حلبة المنافسة الاستعمارية في منطقة الخليج العربي، وكان ذلك في عام 1649. لكن مركز فرنسا التجاري في بندر عباس كان قد أغلق أو انتهى تقريبا، ولم يتمكن الفرنسيون من إقامة مفوضية لهم في مدينة البصرة جنوب العراق إلا في منتصف القرن الثامن عشر الميلادي. وبعد أن قامت الثورة الفرنسية في عام 1789 بدأ رجال الثورة الفرنسية مع عنفوان الثورة يتحدثوا عن أن فرنسا يجب أن تتجرد من كل نزعة توسعية استعمارية، لكن فرنسا الثورية استسلمت في النهاية إلى النزعة التوسعية، وبلغت هذه النزعة ذروتها بعد أن توج نابليون ونصب إمبراطور على فرنسا. بدأ نابليون حملات التوسعية في محاولة تأسيس إمبراطورية في الشرق في منطقة مصر وبلاد الشام، وده كان أصلا في إطار المنافسة البريطانية. فإذا كانت يعني الهند أصلا بتعتبر هي يعني لؤلؤة التاج البريطاني،
يعني لسان حال فرنسي يقول لماذا لا تكون مصر هي لؤلؤة أيضا التاج الفرنسي. وفي ذات الوقت تتمكن فرنسا في حالة يعني استعمار لمصر من ضرب النفوذ البريطاني في الهند. لذلك احتلنا باليوم مصر في عام 1798 لمدة 3 سنوات، لكن تصدى له البريطانيون وأخرجوه من مصر واتجه بعد ذلك نحو أوروبا. لكن تمكنت الدول الأوروبية مجتمعة من إسقاط نابليون في عام 1814 ميلادية، ولكن بعد 15 عام من هذا التاريخ تمكنت فرنسا من احتلال الجزائر عام 1830. وبالتأكيد يعني واجهت فرنسا مغامرة عنيفة جدا من في داخل فرنسا، عفوا في داخل الجزائر، بزعامة الأمير عبد الغادر الجزائري. واستمرت هذه المغامرة حتى عام 1847، وعندما صدر الدستور الفرنسي في عام 1849 أعلن أن الجزائر هي جزء من الأراضي الفرنسية. وبعد ذلك تدخلت فرنسا في تونس من خلال نظام الحماية، وهذا النظام تضمنته معاهدة باردو في عام 1881. ووقعت فرنسا كذلك معاهدة مماثلة مع حاكم مراكش في عام 1912. ومن بعد ذلك أو قبل ذلك حقيقة سيطرت فرنسا على تمبكتو وداهومي في عام 1893. أما في العالم القديم يعني تمكنت فرنسا من إنشاء مستعمراتها في الهند الشرقية بمجموعة قواعد تجارية على سواحل الهند شرقا وغربا. وفي العالم الجديد أسست فرنسا في النصف الأول من القرن 17 مستعمرات الكبرى في كويبيك كنواة لكندا الفرنسية أو فرنسا الجديدة، وعبر المسيسيبي وصلت حتى خليج لاصال، وأسست مستعمرة لويزيانا. ولكن هذه المساحات الشاسعة في أمريكا الشمالية كانت نقطة ضعف، لأن تقدم فرنسا الكاسح نحو لويزيانا جعل وجودها في كل هذه المساحة هو يعني فاقد للكثافة البشرية، وهناك قوة بشرية ضئيلة جدا في رقعة غارية هائلة جدا. لذلك ما احتفظت فرنسا بهذه المساحة كثيرا، وتمكنت فرنسا كانت أيضا من انتزاع جزر صغرى في إسبانيا كالمارتينيك، صغرى من إسبانيا المارتينيك مثلا، ودي كانت من جزر الهند الغربية. وبعد الحرب العالمية الأولى وموجب معاهدة ساكس بيكو استولت فرنسا على سوريا ولبنان، وبموجب نظام الانتداب أصبح إقليما توجو والكاميرون أيضا تحت الوصاية الفرنسية. وفي سياق متصل يعني أصبحت هناك دول تحت الحماية الفرنسية مثل مملكتي لاوس وكمبوديا في الهند الصينية، وأمارة تونس كما أسلفنا، والمنطقة الفرنسية من مراكش الأفريقية. أما الجزائر فاعتبرت هي تابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، أي مقاطعة فرنسية وليست مستعمرة. نأتي عزيزي المشاهد بعد ذلك إلى الاستعمار البريطاني. وفي ذلك الأمر نقول أنه يعني بعد حروب إقطاعية دامية في العصور الوسطى ثم إقليمية، أنجزت بريطانيا وحدتها القومية وحرر ذلك لتنزل إلى البحر. وقلنا قبل ذلك أن بريطانيا تمكن من تدمير الأرمادة ذلك الأسطول البحري العظيم عام 1588 لانفتح الباب على مصراعيه أمام الاستعمار البريطاني. ومع بداية القرن يعني 17 تمكنت بريطانيا من تأسيس شركة الهند الشرقية بمرسوم ملكي، ودي كانت ركزت نشاطها في منطقة الخليج العربي والهند. وكان الاستعمار البريطاني مراحل عديدة، يعني لاحظنا أنه كانت في المرحلة الأولى في فرجينيا، ومنها تقدم بريطانيا بحرا على حساب فرنسا بعد سلسلة حروب خلال القرن 18. فقدت فرنسا في هذه الحرب بكندا بعد أن عزلت بريطانيا بحرا في كويبيك، وسقطت كندا كذلك بيد بريطانيا عام 1763. وفي نفس العام غزت بريطانيا الهند وضمت إليها بعد تحطيم إمبراطورية المغول الأكبر
وبعد غزو كامل تمكنت بريطانيا من بسط هيمنتها على الهند. وفي إطار الصراع على المستعمرات أصبحت السيادة العالمية البحرية لبريطانيا خلال القرن التاسع عشر بلا منافس بعد هزيمة الأسطول الفرنسي أمام بريطانيا في معركة الطرف الأغر، وكانت قد انتزعت الكامل في هولندا في عام 1806 ميلادية. انطلقت المرحلة الثانية من الاستعمار البريطاني خلال القرن التاسع عشر بعد الطفرة الصناعية البريطانية عام 1820، واعتقد البريطانيون بحكم هذا التفوق يعني أنهم باتوا في مقدمة الدول المتحضرة عالميا. وبعد الثورة الصناعية في بريطانيا كما تحدثنا يعني اعتبرت بريطانيا أنها هي في مقدمة الدول الصناعية. كان لبريطانيا أيضا مستعمرات في شرق أفريقيا، ويعني تقاسمت فيها النفوذ مع ألمانيا، وكذلك مستعمرات في غرب أفريقيا، حيث أسس شركة بريطانيا أو أسس بريطانيا الشركة الأفريقية الملكية عام 1733. ونعلم جميعا أنه بعد مقتل الغردون في الخرطوم عام 1885 احتلت بريطانيا ثغرية زيلة وبربرة وتحولت إلى مستعمرة بريطانية شملت كذلك كل الساحل الجنوبي لهذا الخليج، وسمي أو سميت هذه المنطقة بالصومال البريطاني. وفي عام 1899 أخضع السودان للحكم الثنائي البريطاني المصري، ودخل السودان عمليا تحت الحكم البريطاني باعتبار دولة محتلة بعد أن احتلت مصر أيضا في عام 1882. وأيضا في عدن تمكنت بريطانيا من احتلال اليمن الجنوبي حاليا في 1839. والاستعمار الأخير عزيز المشاهد الاستعمار الإيطالي، يعني لأن إيطاليا حال الدول الأخرى انطلقت في البحث عن يعني مستعمرات جديدة بعد ما انحدت حدود الغومية في عام 1870، وبعد يعني تمكنت من احتلال أثيوبيا وعادت خرجت منها بعد معركة عدوى في 1896، ولكنها عادت مرة أخرى لتحتل أثيوبيا في عام 1935. وفي ليبيا تمكنت كذلك إيطاليا من احتلال هذا البلد، حاولت مرات عديدة ولكنها تمكنت أخيرا من احتلال ليبيا في عام 1911 بعد يعني صراع عنيف مع الدولة العثمانية. في ختام هذه المحاضرة عزيزي المشاهد أتمنى أن تكون تابعت معنا واستفدت من هذه المعلومات، وإلى اللقاء في محاضرة مقبلة إن شاء الله.